صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1102 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت، ودلوقتي بفضل الله عاوزين نصمم تقرير لهواتف العملاء من قائمة بروجكت. اختار add new item، هكتب هنا في السيرش report، جالي 2 report و report wizard. هختار report wizard، بيقول لي هتسميه ايه، قلت له هسمي الملف، هو طبعا .rdlc، انا هسميه قبل الامتداد نسميه customers او customer underscore phones، هي طبعا .rdlc ده امتداد الملف، خلاص ملف الديزاين طبعا، وهدوس على add. هجيب لي وزارة الداتا سورس بتاعتك ايه، قلت له هي داتا ست 1 اللي انا شغال عليها وبضيف فيها كل فترة، وده الافيلابل اللي عندك، قلت له انا هختار منه كاستمر فونز، عايز دول، ايوه نيكست. هعرض الهاتف بتاع العميل، اجمعه باسم العميل بس كده، تمام. عايز تزود هنا في الفاليوز زود، لكن انا قبل كده كنت بشرح حلقة تقريبا ونسيت، وبدل ما زود في الفاليوز زودت في الجروب فضرب ومرضيش يشتغل. انا بجروب بايه، بحاجه واحده، انا قلت له جروب بالايه، بالكاستمر نيم، وهقول له نيكست. خلاص شوف بقى انت اللي تفضله ايه، سب توتال اباف ولا سب توتال بلو ولا سب توتال، شوف انت عايز تعمل ايه. وطبعا مش هيفرق معانا قوي لان اصلا مفيش حاجه هتتجمع، يعني خد بالك، اكسباند كولابس جروبس ولا عايزه كده وخلاص، علامة الزائد والناقص والكلام ده تقريبا شرحناه قبل كده بس. وفي النهاية هدوس ايه نيكست، وفي الاخر خالص اختار الشكل وادوس ايه فينيش، انسب شكل مع البرنامج بتاعك، وكده كده انت ممكن تغير فيه في اي وقت يعني، وادي ايه فينيش. ده التقرير اهو، وانا واقف عليه كده على الجدول لاي اوت دايركشن، هخليها RTL، وهقف عليه كده نكبره كده، تمام. هقف على الصف ده، الصف في البيانات، ونخليهم في المنتصف كده،
او اقول لك على حاجه، خليهم زي ما هم دلوقتي، لان ده بيبقى شكله احسن في الاخر كده زي ما هم عملوا. وتوتال ده ما مش عاوزينه خالص، شيله ديليت خلاص. وهنا طبعا هنكتب ايه؟ اسم العميل، وهنا نكتب هاتف العميل، تمام كده. والبيان ده عايز اخليه اسود، اسود كده، وادي ايه اوكي. وننزل دي تحت كده، نكبرها شوية كده بس، ونطلعه فوق كده. لو عايزين نمسكه كده نطلعه فوق اهو اهو. وهنا صغر الصفحة بتاعتك شوية، كليك يمين insert بيج هيدر، كليك يمين insert بيج فوتر، البيج هيدر كليك يمين عليه وانسرت، اختار تكست بوكس، اكتب جواه تقرير عن هواتف العملاء، تمام كده. وايه ونخليه مثلا على 22 او 18 او 20 اي حاجة. احنا اخر تقرير كنا عاملينه كان على كام علشان يبقى مناسب مع بعضيها؟ انا مش فاكر، لو جبنا اي واحد زي الايتم ده مثلا، ده كان ايه؟ كان على 18 وبولد، صح كده؟ كان على 18 وبولد وتحتي خط، بس خليه على 18 وبولد وتحتي خط في النص. وايه هتهن هنا كده، او فين الادوات اللي هنا؟ خليه في المنتصف. ايه طلعه فوق سنه، وحط تحت منه من البلت ان فيلدز الاكسكيوشن ايه. طيب هاتوا هنا كده، كبروا شويه كده وخليه في الايه، في المنتصف كده. وهات لنا البيج نمبر اهو، والبيج والتوتال بيجز هنا كده، وكليك يمين انسرت تكست بوكس ايه من صفحة كذا من كذا، ولا نكتب على طول اخر حاجة كنا عاملينها ايه؟ كذا من كذا على طول اختصار يعني. يبقى دي خليها ايه، من، وخليها بولد شوية كده، اقف كده عليها، خليها في البولد وخليها في المنتصف على اساس تبقى مختلفة عنهم يعني، بس. وخليها في المنتصف ما بين ده، قربها منه كده، وهنا ايه ده اهو، قربها كده بس، صغر ده من هنا كده شوية، صغر ده برضك ايه كده شوية، وهاتهم كلهم كده وخليهم ايه في المنتصف على قد ما تقدر بالنظر كده بس. وادي ايه سيف اول، ده كده ايه التقرير جاهز على العمل فيما بعد ان شاء الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.